السلام عليكم. أيوب حجي، 19 سنة، ساكن في حي أورير أكادير. المستوى الدراسي باك بلس أن، الفائز بمسابقة أفضل تصميم طليت لفريق حسنية أكادير. بالنسبة للقميص فهو خدمته باللغة الأمازيغية تيفينا، كما كتعرفوا أن الهوية لفريق حسنية أكادير هي اللغة الأمازيغية. وكذلك خدمت بجوج الألوان، اللون الذهبي واللون الأسود. كما كتعرفوا اللون الأسود كيرمز للفخامة والكاريزما، وكذلك اللون الذهبي كيرمز لشي حاجة اللي هي رويال، ومزجت بيناتهم وخرجنا هذا القميص. وكذلك بغيت أن المشجعين ديال الفريق حسنية أكادير ملي يلبسوا داك القميص يحسوا بواحد الفخامه ويشعروا بواحد الاحساس اللي كيفكرهم بالهويه ديالهم اللي هي اللغه الامازيغيه. صراحه الفكره الصديق ديالي حمزه هو اللي شاف لانونس في الفيسبوك، وبما انه هو عارفني بلي انا اللي كندير ديزاين، جا عندي للدار قال لي اودي ايوب راه كاينه واحد المسابقه ديال التصميم، قال لي وصمم لهم القميص، قال لي ما ربنا تعرف ديها. صراحة الوقت اللي داليا تصميم داليا تقريبا واحد دو جوغ، بحكم ان الفترة اللي لاحت الادارة فهي فترة وجيزة وانا شتا شوية متأخر. فصراحة صممتو في دو جوغ، واحد النهار ديال الفكرة واحد النهار ديال الخدمة ديال اللوجيسيل، وفي العشية لحتي لهم في الجيميل والحمد لله وفقني الله وفزت بهاد المسابقة. باش خدمتي التصميم؟ فالبرامج صراحة كنخدم بأدوب فوتوشوب، وبعض المرات كنخدم بأدوب إليستراتور. صراحة ملي علنات إدارة الفريق على الفائز فكنت أنا نعس ديك الوقيتة، فالصديق ديالي حمزة هو اللي جا ودق عليا في الدار وقال لي ودي راه مبروك عليك راك فزتي، وجا فرحنا وكاملين والحمد لله. كيفاش تفاعلوا يعني الساكنة ديال أورير ولا الأصدقاء ديالك ولا العائلة ديالك مع هذا الخبر هذا؟ صراحة كاع الساكنة المجاورة لي وكاع الأصدقاء ديالي فرحوا بزاف وبارطاجاو المنشورات ديالي بزاف وباركوا ليا في التليفون، وكانوا بين شكرهم من هذا المنبر. وخصوصا الساكنة ديال أورير حتى هي فرحت بيا بزاف، حيت أنهم كيبغيو يدعموا الشباب لي يلاه بادين. واش تواصلت مع الإدارة ديال الفريق حسنية أكادير؟ إدارة فريق حسنية أكادير صيفطوا لي واحد التهنئة في الجيميل، وكذلك صيفطوا لي رسالة بلي باش أنني نصيفط لهم المعلومات الشخصية ديالي. غادي يضيف ليا واحد الاضافه اللي هي بزاف، بكون انني غادي نعرف الناس اللي واصلين في هذا الدومين وانني غادي نتعرف معاهم، وبخصوصا بحكم انني باقي صغير فلاش فانني غادي نزيد للقدام. وهذا مكان صراحه المجال ديال الرسم فهو عزيز عليا. ملي كنت صغير كنت ديما كنرسم، حتى وصلت 12 عام 13 عام كنت كنقرا في الثالثه اعدادي، واكتشفت بلي انه كاين واحد المجال اللي عنده علاقه بالرسم واللي هو التصميم، والحمد لله من تما وانا غادي وكنتعلم في مجال ديال التصميم بحكم انني كنخدم مع جمعيات ومع الدراري، والنيفو ديالي غادي وكيتطور والحمد لله. كنتمنى انني باقي نتعلم وباقي نتطور ونزيد للقدام. الرساله ديالي للشباب هو انهم يدخلوا يتعلموا راه كاينين بزاف ديال المجالات، وانهم ما يتفرغوش بزاف للتفاهه وهذا، فراه عطى الله ما يدار، عطى الله بزاف ديال المجالات في الانترنت. ودابا راه المعلومه كاينه، يمكن لك تعلم غير من الدار، خاصك غير الانترنت والبيسي ديالك، وراه الحمد لله راه ربي ما يخيبكش. وهذا نداء كاع الفرق المغربيه وكاع الشركات المغربيه يدعموا الشباب المغاربه، فراه عندهم كفاءات ومطورين بزاف في المجال. كنتمنى انهم يدعموهم ويبينوهم. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر كاع الشباب وكاع الناس اللي طقوا فيا وصوتوا عليا، وكنبغي نشكر كاع الساكنه ديال اكادير، وكذلك بغيت نشكر نادي فريق حسنيه اكادير على هذه المسابقه اللي كتبين الشباب والمواهب اللي عندهم. وكذلك كنبغي نشكر قناه الدار على هذه الاستضافه، وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم حمزه المدن، 20 سنه، الصديق ديال ايوب. بحكم انني الصديق ديال ايوب عندي عنده تجربه في الديزاين اللي هي تجربه ديال 4 سنين، الحمد لله بان لي لانونس في الفيسبوك ديال
زعما ديزاين ديال التيشيرت الحسنيه قطرت عليه الفكره صح. الحمد لله جاب الله التيسير. نهار يعني على النتائج ديال المسابقه دخلت الفيسبوك بانت لي اباج ديال الحسنيه الاعلانات على لالونس ديال الفائزين. دخلت لقيت الصديق ديالي ايوب حجي هو الفائز بالمسابقه. جيت عنده للدار لقيتو ناعس فرحتو فرحنا كامل الحمد لله. صراحه حنا كاصدقاء ديال ايوب فرحنا ليه بزاف بهذا العطاء وكنتمنوا ليه المزيد والتالق في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.